وصل صوتك. الحمد لله بن جمعة، مرحبا بك. اهلا اهلا وسهلا. لاباس نحوالك؟ انا في شانتي، كنا في شانتي. لو جا لفيشتك صح؟ فيشتك بتروا قوم ابني. قوم ابني دونك كمل المشروع هذايا الكل. ايوه مسابقه 24 جرافيتي 24 ولايه، مشاريع اجتماعيه ثقافيه، خدمته في المدارس في الكليات، ورشات اتعملت مع حفلات ذاك كيف ارماستا ام سي راي جي سباي حتى من القروي كل شيء. دونك نجم نقولوا انه بالاساس هو كان خدمته على اساس انه مشروع مجتمع مدني بالاساس. فوالا هذا هو، وخاصه دورنا الجمهوري الكل. مازلنا كي روحنا تو من جيبس وتوزر ومطماطة عملنا حفلات غادي. الحاجه الباهيه اللي ام سي راي هذا فنان تونسي مقيم بامريكا يغني راي وعنده ستيل نتاعو، هو اللي قام بالحفلات في الجنوب مع دي جي مع فرق من المنطقه. معناها الخاصيه نتاع المشروع والفيزيون نتاعي اني في كل بلاصه ناخذ واحد ولد الحومه ولد البلاد باش ياثث باش يغني باش تعطيه الفرصه انه يطلع ركح وينتبهوا له. لكن ام سي راي غادر جيبس من سنين وتوا معناتها حتى موزيكته يخدم فيها في امريكا. أيه. بعيد معناتها ما عادش ولد البلاد، ولد البلاد بقدر ما هو اصيل البلاد هذيك، اصيل البلاد. لكن هالعالميه هذيا هو رجع بعد مده وعمل حفله في بلاده في ساحه الفنون اللي مازال كيدشنها وزير الثقافه. واليوم في المروج اليوم مش نعملوا حفل اختتام ارماستا دي جي اس بي وام سي راي، باش يكون الماتر دي سيريموني حاتم القروي. تظاهرة تكمل اليوم لكن هي ماهيش باش تكمل. علاش؟ على خاطر نخرجوا محمد علي بن جمعه. لا على اللي عمره ما يكمل حاجه. لا بالعكس، اللي الحاجه تولد تولي حاجه ثانيه وثالثه. معناها نكون عائله، نكون فريق، نكون فضاء. هذه الفيزيون نتاعي انا. الخدمه بالاساس مع لي جون معناتها اليوم وخدمت في الجهات. قبل كل شيء قداش اليوم كيف تروح معناتها تحس انه بالحق فما ظلم نتاع جهات، فما مركزية خانقة كبيرة تلم كل شيء، وفما تهميش واضح في سيدي بوزيد، في القصرين، في الكيف، في أرياف بنزرت. ما نقولش المدن معناتها وي باهي مشيتوا، حسوها كأنها تمشي في إطار الشعبوية. هنا داخلين للجهات فقط باش ترضيوا الجهات. هذا علاش نقول لك أن فما تكملة استمرارية. معناها الأولاد هذوما اللي جاوا صوروا وخذوا وعملوا وركشوب وخذوا منحة مادية باش ينجموا ياخذوا ماتريال، ياخذوا اورديناتور. منين المنحة خذوها؟ منحة خاطر انا مدعم من المركز الثقافي الامريكي، معناها ثم بيدجي معين اي فنان نونجاجيوه نخدموه. معناها الحركة نتاع قوم ابني عام كامل صار كملك، معناها الكانكيري خدمت، الدهان خدم، البياض خدم، الدنيا كلها خدمت. قلت لي الوليد هذايا معناها الشاب اللي باش ينجح مثلا عنده منحة مادية تنجم تخليه ياخذ اورديناتور يعمل ستاج. معناها هذا هو ثم استمرارية، معناها ما عادش مسيبوهمش هذوما. قلت لي مدعم المركز الثقافي الامريكي. أي. وفق اجندة معينة يحددها المركز ولا لا؟ هو مشروع كيما يدعموا فيلم، كيما يدعموا تظاهرة، كيما يدعموا مهرجان الرقص، كيما السفارات الاخرين وحكينا فيه. أي. قبل يدعموا ما ثمش اجندة، ثم ثقة وثم بروجي كيما سيناريو. نمشيو فيه روحك. لا ثم بروجي انا نقدمه ونقول هذا ايش نجم نعمل في البلاد. فنسمى انا عندي محظوظ هذاك. علاش مثلا يسالوني يقول لي وزاره الثقافه معاك ولا؟ نقول له معايا بار برانسيب، مش معايا بالدعم. علاش الدعم نعاود ناخذ انا زوز دعوم؟ الدعم هذاك يمشي لفنان اخر، الفضاء اخر، الجمعيه اخرى. هذه النيه معناها نتاعي. قوم ابني اليوم الاختتام نتاعو اذا باش تعطيها نوت من 1 حتى 10 قداش تقول نجحت في الاهداف نتاعك؟ ان شاء الله نوصل 8 على 10. وزارة الثقافة كانت مغيبة معناتها. هو الوزارة بالحق ما دقيتش الباب باش طلبت حاجة. نسقوا مع المندوب تاع الثقافة أحيانا مش يلزم يدق الباب. أحيانا الوزارة تكون واعية أنه فما تظاهرة مهمة، هي على علم. العلم وحده ما يكفيش. هي على علم. العلم وحده ما يكفيش. ثم ملف كبير مشى معناها في السونيا مبارك، وكنا باش نعملوا حفله كبيره في مدينه الثقافيه كردة فعل منا الفنانين. نقولوا اوروزمو رجع الشانتي، احنا في موفمون اسمه قوم ابني، خلني بنيو معاكم، خلني نحفلوا حتى في جنينه راهو. أيه. حتى في مش في البطيمه اللي هي مازالت شانتي، لانه اليوم يبقى اكثر شعارات معناتها قوم ابني معناتها ومبادرات فرديه معناتها قاعده تمشي وحدها معناتها قدر ما هو مشروع هي الحاجه اللي تفرح. هي كيما البولدوناج، ثم مجموعه عملت قوم اخدم ديجا، ثم كليب يدور تاو نتاع حاتم القروي وامال سديري فيه سلام وشعر يخلي الجون بالحق يقوم ما يقعدش نبار. صحيح كلامك اللي في الجهات ثم تهميش،
ثم نوعا ما تقول انت من الحنه وارتبط لدينا علاش هكا. لكن يا بوكو دو تالون ما عادش نصدق للاسف, معناتها ما عادش نصدق واحد يقول لي باش نمشيو للجهات, نحسها كانها معناتها بو ماذا باش يرقع بها. والعكس موجود انه كي ما تمشيش يقول لي علاش في العاصمه برك, علاش نختار انا المروج ما نختارش بلاصه اخرى, خاطر حومه شعبيه وتغلي بالطاقه نتاع الشباب وتغلي بالافكار, علاش ما تمشي لهمش. انا ما نجمش نعمل وحدي كل شيء, كان ثم برشا جمعيات وبرشا فنانين يتنقلوا كيما الموفمون اللي عملوا هشام رستم مع وزاره الـ 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 وزاره المراه بولادنا نحميو بلادنا. فكل واحد يحاول, هادي يحاول المحاوله في قوم ابني ما كانتش دوم جمعه او شهر, دامت عام كامل. علاش ما فماش فنانين ثم نتيجه كبيره؟ علاش ما فماش فنانين تقاسموا معاك نفس الحلمه؟ معناتها خدمت مع بلتي, خدمت مع كافون, هذوما ناس مؤثرين زاد كيف كيف اليوم على الشباب. صحيح قريب برشا من المليون تاع نتاع الراب اللي هو اليوم حبيت ولا كرهت فرض روحه, فرض روحه الهيب هوب الكل فرض روحه, معناتها الكلتور كلها. الناس هذوما شبيهم ماهمش معاك؟ معايا ارمستا, معايا صبري مصباح, خدم معايا حاتم القرب لي ديسيبلين. عطيتك اسامي معينين, سميت لي رابور واحد يعمل رابور واحد ريجي. يعمل ريجي وسميت لك رابور يعمل ريجي, هاك لميت ارمستا في بلتي وكافون لزوز. توجهت لهم الناس هذوما قلت لهم اجاو كونوا معايا في المشروع هذا في قوم ابني؟ لا نوعت, خاطر بعد كارتاج اذا باش نعاود نخدم مع بلتي وكافون شفيدة تنوع. انت عندك هدف, الهدف هذا مش بنقولك علاش جبت بلتي مره. وتعرف الهدف وين؟ انك تخدم اللكعي من بنزرت في الماجستيك, اي رابور اخر, وتخدموا مع بلتي وتخدموا مع كلاي وتخدموا مع مثلا توا ارمستا ثم فيزيون ان شاء الله تصير ما بين ام سي راي. هنا وين انت تعمل الكونيكسيون مع العبيد, لي زينرجي هذوما تقربوا من بعضهم وانت تكون سبب باش يتعرفوا على بعض. تجاوب فيا, انا حبيت تكون مشروع ينخرطوا فيه الناس الكل. الناس الكل ان شاء الله في الثاني مالا قوم ابني اثنين ناوي على قوم ابني اثنين. اي وقتاش انطلق؟ مش ناوي ثم وقتاش انطلق قوم ابني؟ جانفي ان شاء الله. جانفي دونك مشروع مش بشوفه, مش بشوفه هذاك علاش قلت لك ثم استمراريه وبولدوناج تمشي وتكبر. باه قوم ابني خذ برشا من وقتك, خذ برشا من خدمتك كممثل كممثل. والله هو خذ وثم معناها ساكريفيس, لكن ثم نتيجه اللي تفرحني. ثم المخزن قاعد يكبر حتى في الاسباس, انا بينتو باش نحل جناح جديد في المخزن كفضاء, ثم جاليري دار باش تتحل ومكتبه كبيره مدعمه من وزاره الثقافه والمركز الثقافي الامريكي. نقول لك خذا من وقتي, نقول لك هاني موجود في المسلسل وفي الفيلم في الافتتاح الجي سي سي. اي مثلا في المسلسل دور صغير, اي السنه في المسلسل ما عنديش موسم باهي وحضور وكهو, لكن ثم مشاريع جايه مع ان شاء الله مع عاطف بن حسين وفي الاكابر اثنين في العمل الجديد, في العمل الجديد ان شاء الله. هي سينو ثم فيلم باش يتصور, كملت دوري مع سلمى بكار, ثم زهره حلب في الايام قرطاج السينمائي اللي هو حدث كبير بالنسبه ليا وبالنسبه لاي ممثل يشارك في افتتاح مهرجان كبير كما هذا. نحيي ابراهيم على المجهود نتاعو وهالحركيه هذه من جيرتي انا وابراهيم وانت هادي عندك مسؤوليه نحركوا ونكونوا في ديناميك بوزيتيف, ماهيش شعارات راه هذا فعل معنا ترى. اليوم محمد علي بن جمعة كيفاش ترى الوضع هكا الثقافي؟ كأنك بعدت هكا الوضع, بالعكس البعد كيما البانتر ركيول هذاك باش نشوف. اي سي ان شوا زاد انك تعمل في صمت تتكلم كي عندك حاجة فينال موجودة قدامك. اليوم باش نعطيو الجائزة لمحمد أمين الزحاف من بنزرت, جائزة أحسن معناها أرتيست جرافيتي, والجائزة هذه تروفي وشهادة باش يحضرونا اليوم برشا ناس وشخصيات وفنانين وجمهور نتاع مروج وعصام البرهومي اللي عملنا له تكريم في الدار الثقافة. هالحركية هذية هادي أنا تعلمت عند ناس كبار, عند أساتذة كيما الجزيري والجعايبي محمد دريس رجب بن عمار توفيق جبالي, غرمونا بالفضاءات الثقافية وبالثقافة وغرمونا أنه نعملوا مشاريع وتيح وتتكربس مش مشكل. هذية على حساب محمد علي الأكتور صحيح, لكن الفيكو متاعي ولا الناس اللي خلتهم وشفتهم هذاك يعبي الأكتور زادة, تولي عندك خبرة تولي عندك فيكو باش تلعب أدوار. أنت درت في البلاد كلها تعرف تونسي تعرفه مليح, تولي تلعب شخصيات التونسي ما تكذبش عليه تلعب بصدق. كبرت؟ وي 45 سنة. انضجت؟ وي 25 سنة مهنة. صحابك مازلت مستحفظ على صحابك الكلاسيكيين لطفي عبدلي محمد علي محمد علي النهدي؟ الحقيقة بعدت شوية على النهدي خاطر هو لاهي في مشاريع وأنا لاهي في مشاريعي, مي أقرب لطفي العبدلي. حاولت تقرب ما بيناتها؟ حاولت, أي حاولت, لكن في الأخر
تجمعنا المهنه والعشره واحنا زملاء، حتى كان ما عادش اصدقاء الزميل راهي ماهيش تفاد ليك، راه واحد زميلك معنا تدافع عليه وتتمنى له الخير كزميل. الصديقه كلمه كبيره ويلزمها وقت وانفستيسمون، كيما العائله حاجه كبيره يلزمها وقت وانفستيسمون. سينو عندي برشا اصدقاء في الاكبر مني في العمر وحتى اصغر. به دونك في انتظار انه باش نلقاو المشروع نتاعك ينطلق من جديد. ينطلق من جديد باش يخرج كتاب فيلم وثائقي واكسبوزيسيون كبيره في الجناح الجديد في المخزن ان شاء الله تاع تصاور المغامره هذه. شكرا، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه بالتوفيق. نذكر انه قوم ابني معناتها مشروع. مرحبا بيك اليوم، كنت حب ولا بعث فريق سبعه في المروج. حاضر ما فهم حتى مزيه دونك موزايك يعطيها الصحه اللي هي كانت بارتنير نتاعنا في الديبار نتاع قوم ابني، ومعناها كي نقولوا بارتنير عاده ومضات اشهريه للمشروع هذا. ما فهم حتى مزيه يقعد المشروع ثقافي اجتماعي فني زاده شبابي مع الشباب عندنا. لا لا الاولاد اللي معاك شباب انت سي وفعلك وفعلك رغم اني في معناتها في القطاع هذايا المسير اي حتى في عمر الخمسين يبقي نسميوها الشاب معناتها. هو ابراهيم مخرج الشاب بيان سور. شكرا كل الفريق.